شباب الأردن والوحدات على صدى عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب الضاحية الشمالية من العاصمة عمان. واللقاء المرتقب واللقاء الهام في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن بكرة القدم. اليوم كما نتابع بالتأكيد بين الفريقين الكبيرين طموح عناصر الشباب التي قدمت أداء مميزا في بطولة الدور العام، أي ما يقارب الشهر تقريبا، هي فترة تحرير وانتقالات وتعزيز للمرحلة الأهم ومحاولة وحدتية وتسديد، والكرة تمر وتنتهي بركلة مرمى على ما أعتقد، ولكن الحكم يقول ركنية لمصلحة الوحدات. على يسار الحارس يزيد أبو ليلى، على طول تنفذ مباشرة على القائم البعيد والحارس أبو ليلى بالإبعاد، وتتحول إلى ركنية ثانية لمصلحة الوحدات، ولكن هذه المرة والنتيجة كما هي حتى الآن. ماذا يتطلع عن ماذا يتطلع يستر وكذلك جمال محمود في هذه المباراة؟ نزل الخط البياني منخفض الخط البياني لمستوى كرة القدم الأردنية عندما أصبحنا نعتمد بشكل كبير على المحترفين. كرة ملعوبة لشباب الأردن ورأسية جميلة فوق العارضة لعامر شفيع. في هذه اللحظات وممكن التسديد يكون وارد، وممكن التسديد يكون وارد، وما في شيء وما في شيء وما في شيء. وماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ليس صاحب مستوى ثابت، ارتفع في عدد كبير من المباريات وانخفض المستوى في عدد المباريات، والتنفيذ ليس كما يجب، بالإضافة إلى وجود أبو ليلى يزيد. على طول تنفذ الكرة مباشرة ملعوبة والإبعاد من يزيد أبو ليلى. نعم ما زلت أتحدث عن هذا اللاعب، ما زالت وحدتية في هذه اللحظات، تصويب من بعيد ويزيد أبو ليلى، ولكن الكرة إلى خارج الميدان هنا في استديوهاتنا في القناة الرياضية الأردنية. فهد اليوسف بنفذ على طول الركنية الوحدتية وخطرة خطرة خطرة خطرة، ولكن تمر فوق العارضة من بهاء فيصل في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الرياضي الأول عبد الله الثالث بن حسين. وكرة وحدتية على مشرف 18، خطرة وحدتية إحسان حداد. الله 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 الله. يأتي الآن على طول تنفذ الكرة من محمد الباشا على المرمى، ويزيد أبو ليلى يتألق ويتعملق. 8 دقائق تقريبا على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة، وما زالت النتيجة كما هي. الله 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 لمصلحة الوحدات، والمحاولة من الجانب الأيسر هذه المرة، تمرير قصير والبحث عن منفذ باتجاه المرمى باتجاه يزيد أبو ليلى، والكرة خطيرة وإبعاد الكرة والتشتيت، وكذلك الرأسية الرائعة لشباب الأردن، والكرة من جديد ويزيد أبو ليلى يتقدم، وهناك خطأ. إحسان حداد بنفذ بالأسلوب القصير، فهد اليوسف بلعب عرضية نموذجية في 18 ممكن، ولكن تمر وتنتهي. انتصفت الدقيقة الثانية وهناك أوفسايد 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 للوحدات في الحصة الأولى من هذه المباراة. الهجمة الأخيرة لأن الوقت بدل الضائع انتهى. تنفذ، هل ستكون قاتلة ولكن صافرة نهاية الشوط الأول من هذه المباراة وتحديدا في مباراة الذهاب بينهما على صدى عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب درة الملاعب الأردنية. طبعا لا تغيير على تشكيلة الفريقين، الحال كما هو عند الكابتن إيسا تورك. فهناك يزيد أبو ليلى أحمد صغير براء مرعي مصطفى كمال أحمد ياسر لؤي عمران، بالإضافة إلى ورد البري يوسف النبر خالد أبو رياش محمد الرازم سليمان أبو زمع. فهد اليوسف في تنفيذ الركنية الوحداتية الآن تنفذ على القائم القريب ولكن مبعد من المدافعين والدفاعات كما ذكرت. كرة خطرة 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 خطرة. هل تبقى القوة الدفاعية والتراسل الدفاعية حاضرة لشباب الأردن مع الاعتماد على هذه الهجمات الهجمات المرتدة ويحسم، أم تتغير الأمور؟ كادت 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 كادت، ولكن من ينفذ على طول ترتد من حائط الصاعد. يوسف النبر أرادها ما تقريبا أول 8 دقائق 9 دقائق من عمر الشوط الثاني هذه المباراة، إبعاد بقبضة اليد من يزيد أبو ليلى، تنفيذ مباشرة ترتد، تعود يوسف النبر من جديد، ملعوبة وخطرة. الله 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 أوفسايد أوفسايد. بويان البديل القادم تسديد من بعيد، يزيد أبو ليلى بالإبعاد وتحويل الكرة إلى ركنية، ومحل تقدير واحترام في الخارج والداخل أيضا. وكرة ملعوبة عند دميري بيلعب كرة عرضية جميلة وخطرة خطرة خطرة. الله الله كبير جدا، تحامل على نفسه وانتفض على نفسه في الكرة الماضية لأنها هددت الوحدات. نعم
بشكل خطير جدا، وهذا ايضا وكذلك ايضا الوحدات على استاد عمان الدولي، كره ملعوبه ولكن يمرر يسلم مباشره الان مباشره في 18 تسديد من بعيد، ولكن ايضا تمر الكره في هذه المواجهه، مواجهه بالتاكيد مهمه، بالتاكيد مواجهه مهمه، وكره شبابيه عرضيه ولكن ما زالت قائمه، ممكن 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 ولكن وكذلك ايضا في الوحدات لعبه في المنتخب الوطني وكره وحداتيه، والعرضيه تاتي الان من الجانب الايمن، وابو ليلى من الوقت المتبقي من هذه المباراه عدا الوقت الذي سيحتسب بدل ضائع، تسديده من بعيد، تسديده وقذيفه مره ثانيه، اليوسف فهد اليوسف على مشارف المنطقه، تسديد من بعيد، خطره من العوضات انس مره ثانيه لمصلحه الوحدات، والكره ملعوبه وحداتية، خطرة 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 خطرة، الله 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 في الكرة الماضية، لو كان هدفا لكان قاتلا، والآن الهدف القاتل، الهدف القاتل من محمد الباشا، جول 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 جول، هدف قاتل، هدف قاتل، هدف قاتل في الدقيقة القاتلة، في الدقيقة 90 من أحداث المباراة، ذكرت بأن الوقت الأخطر والوقت القاتل، ومن يصيب في الوقت القاتل، الوحدات يصيب في المقتل في الوقت القاتل من هذه المباراة. شوف الكرة وشوف محمد الباشا والكرة الماضية والتنفيذ، والتنفيذ دائما، شوف الدقة في التنفيذ والرأسية بالارتقاء على الزاوية اليسرى ليزيد أبو ليلى، ليتقدم الوحدات في الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة بهدف دون مقابل، وليضع قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن بكرة القدم. ترفع له القبعة، ترفع القبعة احتراما لهؤلاء الصغار الشباب الواعدين، ترفع لهم القبعة. الوحدات من جديد، هل يضيف ثانيا؟ ولكن يزيد أبو ليلى يسيطر، الواجبات الهجومية كان مؤثرا، وتستمر الحكاية، والكرة الآن تسدد من أنس العوضات، ولكن إبعاد المدافعين، تنفذ الكرة ولكن ترتد من حائط الصد، تنفذ مبعدة، الحسم سيكون تسديد بن عبد الله ذيب، والحسم سيكون بالتاكيد يوم الجمعه القادم، وكذلك بالنسبه للفيصل والجزيره يوم السبت القادم. تنتهي المباراه لمصلحه الوحدات بهدف دون مقابل، ليقطع نصف الطريق نحو التاهل.